Okay. البيزك تيرمز ان مايكولوجي هذولا راح يبقون معانا طول الكورس، يعني ما ننساهم لان يتكررون دائما دائما، وهم يعتبرون الفندمنتال اوف مايكولوجي. اول تيرم اللي نناقشه اللي هو الهايفي. الهايفي اللي هو الخيط الفطري، هذا الخيط الفطري ممكن ان يكون سبتيتد، that's mean divided by cross wall. اذا تلاحظون هنا هذا الخيط الفطري اكو cross walls موجودين. اكو عندنا نوع اخر من الهايفي تكون نان سبتيتد او كوينوسيتك نقول عليهم، اللي هم ذولا. اذا تلاحظون تشوفون هنا هذه الهايفي لا تحتوي على كروس وولز. اوكي، في بعض الاحيان يطلع لنا شكل يشبه الهايفي نقول عليه السيدو هايفي، اللي هو نوت ترو هايفي، هو عبارة عن chain of elongated budding cell that have failed to de-attached. احنا وين حكينا اكو عندنا البادينج؟ قلنا باليست، وهذا المثال راح ينطبق على الكانديدا. عندما راح نشوف الكانديدا يصير بها بادينج، المفروض هذا البد يصير دي اتاشت، يعني ينفصل عن الام ويصير سيل جديده، لكن ممكن ان يبقى. من راح يبقى يعطينا شكل مثل الهايفي، وهذا نقول عليه سيدو هايفي، وراح نشوف شلون نفرقهم باثناء المحاضرات القادمه. هذه الرسمات من سلايدات عملناها مع جروبات من زملائكم، ونشوف بيها الآن الجانب الشمال، هذه عندنا هايفي وهذه الهايفي خيط فطري طويل ولكن انسبتيتد، ونشوف هنا خيط فطري بي سبتيتد موجودة بي الكروس وولز اللي يسوي له سبتيشن بتوين ذا هايفي. بالانترودكشن حكينا قلنا الفنجي ديفايدد انتو تو جروبس، المولدز واليست. المولد قلنا الخيوط الفطريه اللي هي الفلمنتس فنجاي، اليست قلنا الأوفل أور سفيريكال فنجاي. المولد قلنا عليه مالتي سيلولر، لأن راح يكون هذا الخيط الفطري متكون من خلايا متعددة، بينما اليست قلنا عليها يوني سيلولر. هذا المولد اللي هو نقول عليه فيلمنتس فنجاي أيضا ممكن أن نطلق عليه اصطلاح مايسيليوم. المايسيليوم means accumulation of hyphae or a mass mat of hyphae forming the vegetative portion of the fungi. عندما يكونون يعني مثل الرسمة اللي موجودة على اليمين، عندما يكونون عندنا خيوط فطرية هنا راح نقول هذا مايسيليوم. اوكي، لكن الوحدة السنجل إذا أجيت أقول هذه فقط، هذه أقول عليها هايفي، لكن مجموع الهايفي أقول عليهم مايسيليوم. لذلك المايسيليوم دائما نطلق على المولد فورم أوف فنجي. دكتور تفضلي. هسه يعني اللي مايسيليوم نفس المول؟ العفو كرري السؤال. المايسيليوم نفس المول؟ المايسيليوم نفس المولد، نعم. تمام. يعني interchangeable terms،
يعني ممكن نقول مولد، ممكن نقول مايسيليوم. شكرا لك. اذا اخذنا الستركتشر للمولد، اوكي، شو راح نشوف؟ راح يكون موجود عندنا هايفي، اللي هي هذه نقول سيرفس هايفي، اوكي. ومن الهايفي ممكن ان يكون عندنا روت لايك هايفي، اللي هم هذول مثل ما يكون عندنا الجذور، نقول روت لايك هايفي. هذه الهايفي امامكم الان تحتوي على كروس وولز، فش نقول عليها؟ نقول عليها سبتيتد هايفي، اوكي. During reproduction شو يصير بهذا الخيط الفطري؟ راح يصير growing of earlier hyphae، يطلع projection upwards، نقول عليه earlier hyphae، يعني الهايفي الهوائية اللي تكون معرضة للهواء. هذه أيضا ممكن أن يكون بها branching، هذول البرانشينج راح نسميهم conidiophore. ليش نسميهم كونيديافور؟ لأنه بالنهاية مالتهم أكو ستركتشر نقول عليه كونيديا. الكونيديا هم نفسهم السبورس، أجين يعني السبورس والكونيديا انترتشينجبل، يعني حتى نميز الفطريات من البقية نقول كونيديا على السبورس. فلذلك الجزء الذي يحمل الكونيديا نقول عليه كونيديافور، السبورس أو الفوق نقول عليه كونيديا، يعني الثمرة مالت الشجرة، الثمرة هي الكونيديا. ليش؟ لأن ذولا عندما هذول الكونيديا أو السبورس عندما يساقطون ومثلا وقعوا هنا، أوكي، هذا إيش راح يصير؟ راح يصير نمو جديد، راح يصير نمو جديد يشبه الأصل ويكون identical to parent. هذا هنا أنا يطلع لنا structure إيج، وأيضا بهذول الكونيديا فورس، أوكي، وينتهون ذول الكونيديا فور ينتهون بسبورات. وهذه العملية عندما تصير هذه نقول عليها الهوموثيلكس، يعني هنا نقول self fertilization، يعني نفسها الفنجاي السبور مالتها وقع على الهايفي والهايفي نمت، انطتنا identical structure to the parent، يشبهون البرنت مالته. طيب لو هذا الستركتشر اللي موجود هنا وستركتشر آخر، أوكي، موجود على سترين آخر هنا، ذولا إجوا عملوا انتر اكشن، ايش راح يصير عندنا هنا؟ راح يصير عندنا سكشوال، هذولا يتحدون يسوون زايغوسبور، عندنا سكشوال. بهاي الحاله راح نقول عليهم الهيتروثيلكس، واضح؟ اوكي. اذا اكو عندنا سيرفيس هايفي، من السيرفيس هايفي يطلع لنا الايرليير هايفي اللي هو growing or existing in the air، بعدين اكو جزء اللي سميناه vegetative اللي هو يكون موجود بالقريب من السيرفيس، واللي الشغلة مالته المهمة absorb nutrients، ونقول الفيرتايل بارتس اللي هما الكونيديا، قلنا pairs كونيديا or spores for reproduction spores، لأنه السبورس مهمين في عملية reproduction of fungi. طيب دكتور، تفضلي. ممكن تحكينا الفرق بين الكيروثيلك والهوموثيلك؟ اوكي، الآن اتفقنا عندنا هذه هايفي، وهذه الهايفي لو نجي مثلا أقولكم يعني the hyphae in the diagram is
septated, non-septated, pseudo-hyphae. ايش راح تقولون؟ راح تقولون لا هذه septated hyphae. ليش؟ لان اكو كروس وول. طيب من الهايفي يطلع لنا في الستركتشر نقول عليه الايريال هايفي، والايريال هايفي ينتهي بكونيديا فورس اللي تحمل لنا الكونيديا او السبورات. عمليه الريبرودكشن عد ما تصير ممكن ان تكون سيلف فيرتيلايزيشن. ذاتس مين وين one of these spores اللي هم من الكونيديا fall down يسقط على الهايفي and grow up ينمو يسوي earlier part ويسوي structure يشبه structure الأصلي. هنا ما صار عندنا عملية fertilization ويا other فنقول عليها self fertilization، نقول عليها هوموثيلك. طيب ولكن قلنا لو انه هذا الستركتشر، هذا الستركتشر النهائي اللي موجود عندنا هنا وموجود عليه سبور، واكو عندنا سترين اخر ايضا اقترب من عنده وعنده سبور. اوكي ذول السبورات اثنيناتهم يجون close to each other ويصير بيناتهم fusion يتحدون فيسوون نفس structure نقول عليه زايغوسبور. هذه الهايفي الأولى وهذه الهايفي الثانية، يعني هذه نقول عليها A. أوكي هذه A وهذه نقول عليها B. هذول الآن هذا يحمل سبور وهذا يحمل سبور، اجا واقتربوا to each other صار فيوجن، صار عندنا زايغو سبور. هذا نقول عليه زايغو سبور. اوكي الزايغو سبور منين اجا؟ اجا من عملية fertilization of different، فهنا نقول عليه هيتروثيلك، نقول عليه هيتروثيلك. اوكي قبل قليل حكيت لكم بان السبور very important for reproduction of fungi، لذلك we should study the spore producing organism لأنه الفنجي تعتبر are some of the most studied spores producing organism in the world. أكثر وحدة اللي يعني أكثر من البكتيريا أكثر من شيء اللي هو الفنجي. They produce a wide varieties of spores that significantly vary in size, shape, and other surface features that suit their environment for dispersal. هذول السبورات راح نشوف بيهم الصغير وبيهم الكبير والسيرفس مالتهم يختلف، الأشكال مالتهم ممكن أن يكون بلاك ممكن أن يكون براون، ولكن بالنتيجة ذولا لابد أن ينتشرون في الانفايرمنت. عملية الانتشار نسميها dispersal. dispersal يعني الفنجي الكونيديا فور حاملة سبورات كثيرة، هذه السبورات تسقط وتروح بالهواء وتنتقل إلى مكانات بعيدة نقول عليها dispersal. طيب where is the spores produced sexually through meiosis remain dormant for survival.
راح نقول عليهم الأسكوسبورس. هذول راح يكونون داخل محفظة، ما يكونون متعرضين للهواء، يعني مو بالتيرمينال موجودين، مو موجودين داخل محفظة. نقول عليهم أسكوسبورس. Those that are produced asexually نقول عليهم الميتوسبور اللي يروحون dispersal. إذن هنا إذا كانت عندي أني فد محفظة، وهذه المحفظة تحتوي على مجموعة من السبورات، أوكي، هاي بداخل المحفظة أكو سبورات، هذول السبورات نقول عليهم dormant. هذول وين يفيدون؟ هذول راح يفيدون بعملية السكشوال، وذولا راح يصيرون بيهم meiosis through meiosis، وراح يبقون dormant يعني متنحين لعملية الريبرودكشن. هذا الستركتشر راح نجي عليه بعد قليل نسميهم الأسكوسبورز. الأسكوسبور لأنه هذه المحفظة نسميها أسكس، وبداخلها سبورات نقول أسكوسبورز. ولكن عندنا أكو مجموعة أخرى، those that are produced asexually نقول عليهم الميتوسبورز، وذول اللي يكونون موجودين مثل ما حكينا قبل قليل في النهاية على الكونيديا فور، وممكن ذول يكونون بالتيرمينال سايد بارت اوف ذا هايفي، وذول ينقلون عن طريق الديسبيرسل الانتشار. سواء بروديوز ثرو مايتوسيس، الاسكشوال سبور ار ريليز ان هاي نمبر اند ار جينيتيكالي ايدنتيكال. هم طالعين من نفس الفنجاي ويطلعون باعداد كبيره جدا، وبالتالي من راح ينتشرون الانتشار مالتهم هم يبقون ايدنتيكال، يعني ما راح يكونون غير سبيشيز، راح يبقى نفس السترين، يعني ما يطولنا سبيشيز جديد. يمتى ما يطولنا سبيشيز جديد؟ اذا صار اختلاف بالجينيتك جينومك، اذا صار اختلاف بالجينيتك ستات. فلذلك عندما يبقون جينيتيكالي ايدنتيكال معناها هم نفسهم. هذول ايش راح يكون؟ هذول راح this allow them to reproduce an important role in reproduction when they land on appropriate substrate in the environment following dispersal. هذول راح يبقون مهمين لأنه عندما يقعون على substrate مثل ما شرحت لكم قبل قليل، عندما يقعون على هايفي راح ينمون، راح ينمون هذول السبورات اللي هم يكونون دائما asexual spores. السكشوال سبورز هذا اللي حكينا عليه قبل قليل وقلنا ممكن أن يصير dormant، اللي نسميه الأسكوسبور. These spores are formed in a sac-like cell known as Essex. هذه تلاحظون هنا احنا كاتبين هنا على هذه Essex المحفظة الجلدية، يعني هذه المحفظة الجلدية نسميها الأسكس. في داخلها شنو؟ في داخلها أكو سبورز. إذا نجي نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا ذولا دائما شنو بيهم؟ دائما يحتوون على 8 سبورز formed، وذولا شو نسميهم؟ نسميهم الأسكيوسبورز. وين موجودين؟ موجودين بعائلة من عوائل الفنجاي نسميها الأسكومايسيتيس. الاسم أخذتها العائلة من السبور الأسكومايسيتيس، أخذت اسمها من السبورات اللي موجودة. طيب
النوع الثاني من السكشوال سبور. النوع الثاني اللي هو البازيديوسبور، والبازيديوسبور هو عبارة عن سكشوال سبور union of two nuclei produced in a specialized club-shaped structure called basidium. Okay. هنا يعني هذا structure شنو نهايته؟ يعني شو اللي قبله؟ احنا مكبرين النهاية مال. يعني هذا اكو عندنا هايفي، والهايفي طلع من عندها الايرليير بارت. اوكي، هذا الايرليير بارت طلع بهذا الشكل، هذه نسميها البازيديوم، هذه نسميها البازيديوم اللي هي هاي. اوكي، هذه البازيديوم. من البازيديوم راح يكونون عندنا سبورات أربعة، سبورات أربعة موجودين على الطرف لهذه البازيديوم. وذول منين يجون؟ هذول يجون نتيجة union of two nuclei، يجون من اتحاد two nuclei، فبالتالي راح يعطونا في structure يكون أربعة يشبه ماكينة الحلاقة، ماكينة الحلاقة الرجالية راح يكون يشبه ماكينة الحلاقة الرجالية كلاب شيب. هذولا وين محمولين السبورات؟ جدا مهم، محمولين على استرجما، هذا الجزء اللي هنا يحمل ذولا، هذا هذا البارت نسميه استرجما. اوكي، هذه وين موجودة عندنا؟ هذه موجودة عندنا بالبازيديومايسيتس. منين أخذت الاسم مالتها؟ أخذت الاسم مالتها أيضا من البازيديوسبورس، أخذت الاسم من البازيديوسبورس. النوع الثالث اللي حكيت لكم قبل قليل وأنا كنت أرسم، قلت لكم اللي نسميه زايغوسبور، وقلت بالزايغوسبور معناها يصير عندنا هيتروثيليكس. لاحظوا هذه الآن، هذه هايفي منتهية هنا بسبور، هذا سبور، وهذه هايفي أخرى منتهية بهذا السبور الأزرق. هذول السبورات يتحدون مع بعض يعطينا في الستركتشر ثيك وول بلاك إن شيب، هذا شو نسميه؟ نسميه زايغوسبور، هذا نقول عليه هذا اسمه زايغوسبور. هذول الزايغوسبور formed during sexual reproduction in phycomycetes، وهذا الفايكومايسيتس راح نشوف بيها الرايزوبياس، راح نشوف بيها الميوكر، مجموعة من الفطريات الشائعة، الفطر اللي يصير على الخبز واحد من عندهم، اللي ممكن أن نلاحظ السواد اللي موجود على الخبز نتيجة للنقاط هذه السوداء اللي تصير نتيجة اتحاد سبورين مع بعض ويسوون زايغوسبور، فيعطينا نقاط على الخبز تكون النقاط سوداء. أوكي، اللي نقول عليها مولد بريد، اللي يعني الفطريات مالت الخبز. طيب، إذن عندنا أسكشوال سبور، عندنا ثلاثة مهمين، الأسكو والبازيديوم والزايغو. الآن نجي على الأسكشوال سبور. This is the most common fungi type. ليش؟ لأن قلت لكم قبل قليل هذول يصير بهم dispersal، يعني ينتشرون بالإنفايرمنت، فهم من أكثر الأنواع. من أكثر الأنواع نشوف بأنه هذول عندنا نقول سبورانجيوسبور. طيب نرجع
للستركتشر اللي اتفقنا عليه احنا، ونقول بانه انا الان اكو عندي هايفي، اوكي هذا الهايفي، هذه الهايفي طلع من عدها الايرلير بارت، اوكي هذا الايرلير بارت، هذا الايرلير بارت هنا راح اقول عليه السبورنجيوس سبورنجيوفور ينتهي بمحفظه، محفظه تحتوي على عدد كبير من السبورنجيوسبورس، عدد كبير من السبورات، هذه المحفظة إذ ما تنفتح يطلعون ذول السبورات للطبيعة، هاي نسميها السبورانجيا سبور. السبورانجيا سبور is an asexual spore contained in sporangium at the end of sporangiophore of the taxonomic class، أيضا موجودين بالفايكوميسيتس، موجودين بالفايكوميسيتس المجموعة اللي حكينا عليها قبل قليل. شي دللنا بأنه هاي المجموعة الفايكوميسيتس ممكن أن يصير بها الريبرودكشن سيكشوال and asexual. قبل قليل أنا حكيت لكم، قلت لكم هذه المجموعة هنا وين حكينا؟ حكينا على الزايغوسبور اللي هو سيكشوال. الآن دا أحكي على نفس هاي المجموعة لكنه بيها ستركتشر اللي يكون هو عبارة عن أسكشوال، ذاك سكشوال وهذا أسكشوال، فمعناها هذه العائلة ريبروديوز باي سكشوال أند أسكشوال. ليش؟ لأن إحنا قلنا الريبرودكشن أو فنجاي أيذر بار سكشوال أور أسكشوال أور بوث، هذه من المجموعة اللي بوث، يعني تتكاثر by both reproduction method. طيب من ال asexual spore أيضا عندنا الثالوسبور، وهو عبارة عن asexual spore produced in thallus. هنا أجاكم اصطلاح الثالوس، هو نفس الهايفي الفيجيتاتيف هايفي، من أقول أني فيجيتاتيف هايفي هو نفس الثالث، هذا الثالث قلنا هايفي حاطين بين قوسين هايفي، فلذلك عندما نقول مثلا ثايلوسبور، أوكي ليش قلنا ثايلوسبور؟ لأنه قلنا هذه نسميها ثلث فنقول عليهم ثايلوسبور. This kind of spores were born on underside or edge of vegetative body of fungi. يعني الvegetative body of fungi نسميه ثالث. يعني إذا أجينا بالامتحان بالMCQ قلنا الثالث مين؟ Vegetative body of fungi. تقول هي والله صحيح. إذا أنا جيت قلت الثالث مين؟ The conidia spore. لا ما له علاقة، هو عبارة عن vegetative body of fungi اللي هو الهايفي، ممكن أن نقول عليه الثالث. Composed of one to several pigments, thick wall fungi cell such as مثل من؟ مثل الارثيوسبورس، وأيضا مثل البسيتيوسبورس ومثل الكلاميديوسبورس. أوكي شنو ذولا؟ ليش قلنا ذولا الأرثيوسبورس؟ هذولا السبورات يكونون عبارة عن قطع يتمفصلون، يعني الأرثو هو مفصل، هذولا عبارة عن تمفصل، فلذلك نقول عليهم هذولا عبارة عن thick wall، راح يصيرون أرثيوسبورس مثل ما موجود هنا، يعني هذولا هذه الهايفي يطلعون خارج الهايفي يطلعون بهذا الشكل، يعني ما يطلعون على شكل سفيريكال وإنما يطلعون على شكل
قطع وهذه القطع تكون أرثريا سبورز، أو ممكن يطلعونا على شكل قطع نقول عليهم كلاميديا سبور. ليش؟ هذا الستركتشر يشبه الكلاميديا، الكلاميديا اللي درستوها بالجنرال مايكرو. هذا الكلاميديا تكون سفيريكال وتكون الستركتشر مالتها بهذا مثل الكرات. الكرات يكونون إما داخل الهايفي أو بالأكسترنال بارت، فنقول عليهم ذولا كلاميديوسبور. أو ممكن يكونون عندنا البلاستوسبورز اللي هم ممكن ما يكونون الكونيديوسبورز أو الكونيديوفورز اللي ممكن يطلعون بالخارج، يكونون دائما موجودين على التيرمينال بارت of the سبورانجيوفور. سبورانجيوفور يكونون هم بالخارج، نقول عليهم البلاستوسبور. هذولا كلهم شنو؟ هذولا كلهم أسكشوال. طيب عندنا في الستركتشر نقول عليه الرايزويد روت لايك ستركتشر، الروت الجذر. الرايزويد باللاتيني معناها جذر. Rhizoids are small branching hyphae that grow downwards. The aerial part يكون upward. اللي يصيرون بهم downward from the stolons that engorge the fungi. يثبتون الفنجي to substrate. سواء كانت media أو تربة أو نبات اللي يثبتوهم. هذول نقول عليهم هذا structure اللي مثل الإيد هنا نقول عليه هذا الرايزويد. منين يطلع؟ من ستولون. هذا الستركتشر اللي يطلعون من عنده الستولون، طبعا هو الفيجيتاتيف هايفي بس الاسم الآخر اللي يكون من عنده يطلعون. هذا أيضا نقول عليه الفوت سيل، وطالع من عنده الرايزويد اللي هم يكونون داونورد، يكونون داونورد. هذا هنا الستركتشر سميناه السبورانجيوفور، وهنا قلنا السبورانجيوم، والسبورانجيوم يطلع من عندهم السبورانجيوسبور. هذا انتهينا وفهمناه بهذا الشكل. طيب الكونيديا اللي هي موضوع حديثنا الدائم والمهم اللي نعرفه عندما ندرس الفنجي، لأن مثل ما قلت لكم الكونيديا تعبر لنا عن السبور. عندما يكون عندنا asexual fungi spores born externally in various way from the conidiophore، اللي قلنا هذولا هنا البورن اكسترنالي، هذول السبورات قلنا عليهم كونيديا، وهذول قلنا عليهم كونيديا سبور. هذول وين يصير؟ بورن اكسترنالي يعني ينشؤون في اكسترنال على الجزء الخارجي من الكونيديا فور المحمولة بهم. طيب فلذلك ذولا ريفير تو از ممكن أن يكونون عبارة عن مايكرو عن مايكرو كونيديا. وهذا الستركتشر تخلوا بالكم لأنه مهم، مهم جدا. عندما يجينا طفل أكو عنده على جلده أو على شعره فطريات، عندما نأخذ من عنده سبيسمن راح يطلع لنا ستركتشر بالضبط مثل هذا، راح يطلع لنا مايكرو كبيرة مايكرو كونيديا. إذا عندنا سنجل وحدة صغيرة نقول عليها مايكرو، لكن هاي ماكرو هذه كبيرة. هذا المايكرو كونيديا آر مالتي سيلولر، شوف كم يكون بها سكشن مالتي سيلولر. لكن المايكرو كونيديا تكون يوني سيلولر. المايكرو كونيديا آر سمول سنجل سبور،
لكن الماكروكونيديا are large single or multicellular spore. ممكن هذا الستركتشر كله ما يكون بذولا وممكن أن يكون بمالتيسيلولر. فلذلك هذا المصطلحين مهمين بالتشخيص عندما راح نستطيع أن نشخص العينات الكلينيكال سبيسمن سواء المأخوذة من الجلد أو المأخوذة من الشعر. الكونيديا فور أند كونيديا سبور. الكونيديا سبور اللي هم سبور born externally on side tip of the hyphae also called conidia. هذول الخارجيين اللي قلنا عليهم ممكن أن نطلق عليهم اسم كونيديا، حتى هنا بهاي الرسمة نقول عليهم ذولا كونيديا. ذولا شنو؟ born externally. ذولا نقول الكونيديا سبور born externally on side tips of the hyphae also called conidia. زين، إذا أنا جيت عكست لكم الآن الموضوع ده أقول الكونيديا means spore born externally on side tip of the hyphae. True or false؟ راح تقولون true. أوكي. الكونيديا فور specialized branch of hyphae on which conidia are developed. الساق اللي يحمل السبورات نسميه الكونيديا فور، اللي يصير عليه عملية development of conidia. A specialized branch of hyphae on which conidia are born or developed. طيب شو بقى؟ بقى عندنا السبور. السبور generally the reproductive body of the fungi. Occasionally resistant, a resistant body for adverse environment. هذا السبور يكون مقاوم للتقلبات الطبيعية. وبصراحة الفنجسبور المقاومة للدراينس والكيميكال ديسنفكتنت أكثر من السبورات مالت البكتيريا، فلذلك نقول عليهم a resistant body. A resistant body of fungi اللي هو for adverse environment، اللي ممكن أن يبقى موجود بالانفايرمنت. عندنا أيضا مصطلح استرجماتا اللي هو specialized structure that arises from basidium and support the basidiospores. وقلنا عليهم ذول نسميهم استرجماته، مثل ما تشوفون بهذا structure، هاي استرجماته تنتي بها الكونيديا، لكن هذا الجزء الفيزيكال اللي موجود اللي يحمل ذول الكونيديا نطلق عليه استرجماته، نطلق عليه استرجماته في هذا الخصوص. اوكي. مصطلحين مهمين راح نتعرض لهم كثيرين اثناء الشرح، اللي هما التيليمورف والانيمورف. التيليمورف اللي هو السكشوال ريبرودكشن اوف فنجاي. الانيمورف اللي هو اسكشوال. شوف الاي ان تلغي. الاي ان تلغي يعني يصير اسكشوال ريبرودكشن اوف فنجاي. من اقول الهولومورف يعني انتاير فنجاي بوث التيليمورف اند الانيمورف. شنو معناه؟ يعني الفنجي which have or reproduce by sexual and asexual نقول عليها الهولومورف، لانه بيها التيليمورف وبيها الانيمورف. السكشوال ستيجز بالنسبة للتيليمورف ايش راح يصير؟ لابد ان يصير عندنا بلازموغامي، وبعدين يصير عندنا كاريوغامي، بعدين عندنا يصير مايوسيس. الفنجي اللي يسوي هاي الخطوات نقول عليها بيرفكت فنجاي. والمورفولوجي اوف ذا تيليمورف
is the basis of classification of الأسكوميكوتا والبيزيديوميكوتا. شنو هذا الحكي معناه؟ يعني عندما يكون عندنا reproduction بالسكشوال reproduction التليمور، شو لازم يصير؟ شو لازم يصير؟ عندنا هذه هايفي، أوكي، وهذه بجنبها هايفي. أول خطوة اللي راح يصير لازم يصير أكو عندنا بريدج. هذا البريدج اللي يصير يصير بعملية فيوجن أوف سيتوبلازم. شو نقول عليه؟ نقول عليه بلازموغامي. بعدين هذا السيتوبلازم من نقل وياه النيوكلياي، أوكي؟ فإهنا أنا أكو خلي نقول نيوكلياي بهذا الشكل، وجاب لنا نيوكلياي سودا من هنا. هذولا راح يصير بهم عملية فيوجن، نقول عليهم كاريوغامي. بعد ما تصير عملية الكاريوغامي راح يصير عندنا المايوسز، راح يصير عندنا المايوسز. إذا صارت كل ذول الخطوات، هذا السكشوال ستيت بالتليمور، هذه الفنجاي نقول عليها بيرفكت. ليش؟ لأن أكو عندنا imperfect فنجاي، هذه نقول عليها perfect. معناها المورفولوجي of the telemorph is the basic classification of ischomycota and basidiomycota. طيب بالأسكشوال اللي قلنا عليهم الأنيمورph where mitosis produce nuclei for conidia، يعني هنا ما راح يصير عندنا في الأسكشوال لا راح يصير عندنا بلازموغامي ولا راح يصير عندنا كاريوغامي، أوكي؟ إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا عملية ميتوسيس، وراح النيوكلياي راح يصير بها أو الكونيديا ريبروديوس، فتالي نقول عليها هذه إمبرفكت، ما مرت بالمراحل مثل ما مرت ذيك بيرفكت، ذيك مرت بالستيجز كلها، هذه ما مرت بالهاي، مرت بمرحلة واحدة اللي هي الميتوسيس and not meiosis، مرت بمرحلة الميتوسيس produced nuclei for conidia، فنقول عليها imperfect stage أو imperfect fungi إذا كانت الفنجي تعمل هذا الشكل. أوكي. نجي على مصطلح آخر اللي هو الماتينج ان فنجاي. والفنجاي in general for fungi there are two main types of sexual reproduction. ذول المين تايب مثل ما حكيت لكم بالبداية اللي هوموثيليزم والهيتروثيليزم. الهوموثيليزم when mating occurs within a single individual or in other words each individual is self fertile. مثل ما حكيت لكم السبور يوقع على الهايفي والهايفي تطلع لنا نفس الستركتشر، قلنا عليها هوموثيليزم. الهيتروثيليزم قلنا وين هايفي from a single individual are self fertile and need to interact with another compatible individual formatting to take place. يعني لازم تلقى لها ماتينج هايفي مثل ما حكينا هسه بعملية عملية الريبرودكشن اللي قلنا عليها السكشوال. شلون اجتي هايفي قريبة على هايفي كومباتبل إلها والتقوا وصارت عملية الماتينج. عملية الماتينج صارت بنقل السيتوبلازم ونقل النيوكلياي إلى الهايفي الأخرى، وبعدين صارت عملية فيوجن بالنيوكلياي. النيوكلياي عد ما راح يصير بها ديفيجن راح تطينا نفسهم اللي جتي من عدو. لذلك preferred terms used when there is a merging of nuclear material genes combine
fusion of nuclear material. وهذه اللي حكيناها قبل قليل. الثالث in the mold and fleshy fungi مثل ما حكينا قلنا vegetative body of fungi. حتى يعني هنا من نقول homothelism or heterothelism حتى نعرف احنا ليش انطينا هذا المصطلح. الهوموثيليزم many fungi are termed homothelic. شنو تعني؟ First of all من اجي اني بالMCQ اقول الهوموثيليزم مين؟ Self-fertile and do not need to find compatible mate to accomplish sexual reproduction. يقول صح. It involves no genetic exchange. It does lead to production of spore that may have a specific function in the life cycle of the fungi. ذولا قلنا ما يصير exchange. وإنما السبور يوقع على هايفي والهايفي تنبت من جديد. فبالتالي ماكو عندنا عملية genetic exchange مثل ما حكينا بالسكشوال when two hyphae come close to each other and exchange the cytoplasm and the nuclei. هذه ما يصير بها هيج. فنقول عليها هذه الهوموثيليزم. بالهيتروثيليزم اكو عندنا انواع. هذه الانواع عندما يكون عندنا تو اليل هيتروثيليزم يعني التو اليل بالانهيتروثيليك زايغوميكوتا والاسكوميكوتا there are two mating types. Since the two mating types are identical in appearance genetically, this mating type possesses one or the other of two mating sequencing at the single genetic locus. اطلعوا هنا. هذا قبل قليل أنا حكيت لكم على two hyphae. هذه ويا هذه compatible. ذولا compatible. Okay. من صار compatible؟ عندما صار هذا البريدج بيناتهم راح يصير اكستشينج. لاحظوا هنا الشكل اللون مالت النويه اصفر باهت وهنا برتقالي غامق. راح يصير عمليه الاكستشينج. هذا الاكستشينج عندما يكون هنا راح يصير عندنا بحيث تنتقل الصفات الوراثيه من هذا الى هذا ومن هذا إلى هذا أيضاً فيرس فيرسا تصير عندنا. فلذلك نقول عليهم التو أليل سيتروثيليزم الانتقال. هذه اللوكاي may occur as alleles. الأليلز مثل ما تعرفون هما الالترناتيف نيم للجينز. Or may be different enough that one consists of a single gene while the other may contain two or three. يعني احنا هنا عندما نقلنا الاليل معناها باثنين جينات يعني صفتين ممكن ان تنقل لنا. من هنا ايضا ممكن ان ننقل صفه واحده. هذه الخضراء هنا الجين انتقل هنا نقلنا صفه من الاخضر الى الزهري. هذه هنا عندما يكون عندنا قلنا التو اليل سيتروثيزم لما يكون عندنا two mating type ممكن أن ينتقلون two alleles وممكن أن ينتقلون single genes هنا واحد وهناك راح يكونون عندنا أكثر من single gene two mating sequencing at the single genetic locus اللي هو الalleles اللي قلنا عليه ممكن أن يكون alternate but similar form of the gene or group of genes. إذا كان عندنا multiple لاحظوا راح يصير cross. هنا أنا راح يصير cross. هنا أنا كل ما يمر الشريط يعني مر الشريط هذه أخذت وحدة زهرية وحدة بنفسجية هذه نفس الشيء هذه بعدها ما أخذت.
هذا الشريط عند ما يوصل إلها أيضا راح تأخذها تصير مثل ذول أخواتها. فلذلك من اللي ديطي من الديطي تلاحظون هذا الأزرق هو اللي ديطي الجينز للأخريات، فنقول عليه هذا ملتيبل أليل هيتروثيليزم السيتويشن إن بزيديو مايكوتا. وهذا راح نشوف هذا الكروس مهم جدا عندنا شلون يكون بالبزيديو مايكوتا. Is more complicated because the mating system involves more than just two mating alleles. أكثر من two mating alleles. There are often more than 100. وبالتالي هنا إيش راح يصير؟ Any given mating type will be unable to mate with itself, but it's compatible with any other mating. اللي راح يطلع من ذولا بعد ما يستطيع أن يسوي ماتينج with itself لازم يسوي ماتينج مع الهايفي الجديدة اللي ممكن أن تكون. أوكي هما باقين كم سلايد بس أنا أعتقد تعبتوا أنتم، يعني مو مشكلة نحكي بيهم مع الشابتر الجديد اللي راح نحكي به. أوكي تمام. أي شيء سؤال أي شيء عين عندكم؟ يعطيك العافية. عافية شباب. أهلا ومرحبا. هلا وعليك. هلا ومرحبا بكم. ترى عملت ريكورد. عملت ريكورد. عملت ريكورد. خلي نقول له ستوب للريكورد. طيب.